الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده هيكون ضيوفي في الاستوديو التحليلي كباتن الاهلي الكبار الكابتن عادل طعيمه وايضا الكابتن شريف عبد المنعم، وعندنا فقره تحكيميه مع الحكم والكابتن ناصر عباس، ايضا معلق المباراه النهارده الكابتن محمد عفيفي. النهارده واحنا بنشتغل بالظبط بنشتغل كانها مباراه في الدوري الممتاز، كل الامكانيات وكل السبل موجوده النهارده علشان نقدم افضل خدمه لكل جمهور النادي الاهلي. دايما هقولها وبقولها، لو عايزين نبتدي صح في الرياضه المصريه لازم نبتدي من القاعده من تحت، قاعده البراعم وايضا قطاعات الناشئين، هي دي القاعده اللي لازم نبني عليها صح علشان نطلع لاعب يقدر يلعب في الفريق الاول وايضا يلعب في كل منتخبات مصر. هي دي القاعده لازم نهتم بيها. عايز اقول لحضراتكم برضو خبر مهم جدا من الكواليس، رابطه الانديه بقياده الاستاذ احمد دياب، رابطه الانديه برئاسه الاستاذ احمد دياب. من ضمن الكواليس وانا يعني كنت بكلم احد المسؤولين في رابطه الانديه في الموسم الجديد، رابطه الانديه مسؤوله عن الدوري الممتاز وايضا عن السوبر المصري. برضه هيكون من ضمن اهتمامات الرابطه ايضا دوري الشباب. دوري الشباب في الموسم الجديد هيكون تحت مسمى دوري شباب المحترفين، هيكون ليه رعاه، هيكون في نقل المباريات وايضا هيكون في خدمه زي ما بيقولوا 10 نجوم في هذا الدوري. الدوري ده مهم جدا زي ما بنشوف في الدوري السعودي، بنشوف في الدوري الاماراتي، هنشوف ان شاء الله قريبا في الدوري المصري دوري شباب المحترفين. كل التوفيق ان شاء الله للرابطه اللي جايه تطور من الكره المصريه. ايضا بنشيد بالمسؤولين لجنه المسابقات في الاتحاد المصري، السنه دي هيكون عندنا دوريات قويه جدا في قطاعات الناشئين، دوري 2001 2003 2005 2006 2007 هتكون بطولات جمهوريه، بطولات بالظبط شبه الدوري الممتاز، هتكون بطولات تقدر نفرز منها مواهب حقيقيه للانديه. واحنا منذ سنوات واحنا هنا في قناه الاهلي بنقدم استاد الاشبال قدرنا نطلع مواهب، قدرت جماهير الكره المصريه تعرف المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وايضا داخل الانديه الاخرى، من هنا بدانا نعلم ونسلط الضوء على المواهب. نروح نشوف مع بعض اولى مباريات الاسبوع الاول في دوري الشباب. الدوري اللي هيكون قوي جدا وان شاء الله كل مباريات الاهلي هتكون مذاعه على قناه الاهلي.